بثقلها السياسي والجماهيري ألقت جماعة الإخوان المسلمين في معركة التعديلات الدستورية، ودعت جموع المصريين للتصويت بنعم على تلك التعديلات التي تتناول 9 مواد دستورية تتعرض لشروط الترشح لمنصب الرئيس والإشراف القضائي على الانتخابات وحق الفصل في صحة عضوية البرلمان والأحكام المتعلقة بنائب الرئيس وطريقة تعديل الدستور، مع إلغاء المادة المعروفة بمكافحة الإرهاب. فلماذا تطالب الجماعة المصريين بتأييد التعديلات الدستورية؟ الطريق إلى الدستور الجديد هو في التعديلات الدستورية. بعضهم يقول نريد رئاسية قبل الشرعية، وهؤلاء لا يدركون خطر ما يقولون، لأنهم عندما ننتخب رئيس جديد سنقيم فرعون جديد بدون مجلس يراقبه، بدون مجلس يحاسبه، سيكون الشعب بمغيب. لكن هذه المبررات لم تقنع قطاعا عريضا في الجماعة الوطنية المصرية، فردوا بلا كبيرة لمواجهة نعم التي رفعتها جماعة الإخوان المسلمين ومن لف لفها من عناصر تنتمي لتيارات سياسية أخرى، وطالبوا بمرحلة انتقالية تعطى فيها الأحزاب فرصة للعمل الديمقراطي ويصاغ خلالها دستور جديد للبلاد. نحن نحتاج إلى فترة نلتقط فيها الأنفاس، خلال هذه الفترة ولتكن 6 أشهر يوضع دستور جديد اللي أنا بقول عليه، بعد ما يوضع وفي أثناء وضع الدستور الجديد يصدر قرار بحل المجالس الشعبية المحلية، وتكلف لجنة بوضع قانون جديد لمواجهة الحقوق السياسية، قانون جديد لمجلسي الشعب والشورى يحدد طريقة الانتخابات. من إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية ما يخص المواطنين، أي شخص يحمل. من جانبه أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أهمية المشاركة في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وسط أنباء عن دفع المجلس عجلة الموافقة على تلك التعديلات، لكن هذا الرأي يقابل بالرفض من قطاعات في صفوف شباب الثورة. نحن نرفض هذه التعديلات كمبدأ، وندعو المصريين للخروج يوم السبت القادم والتصويت بلا، ثم نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أو بتشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري، ثم تتشكل لجنة أخرى لوضع دستور جديد أو ينتخب رئيس الجمهورية. وعلى هذا تبدو كفة رفض التعديلات مرجحة على كفة تأييدها على الأقل في أوساط النخبة السياسية، لكن تبقى الكلمة الأخيرة لنحو 40 مليون مصري مدعوين للتصويت على تلك التعديلات. إن صوت المصريون بنعم على التعديلات الدستورية أم صوتوا بلا، فالمؤيدون والمعارضون يؤكدون أنهم سيحترمون اختيارات الشعب، فيما يعد أول اختبار حقيقي لجدية الثوار في احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. سمير عمر، الجزيرة، القاهرة.